السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مذبحة عائلية بالمنيا، شاب يقتل 3 من أقاربه ويصيب والدته بالسطو. خليكم معانا ما نشوف الخبر، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا الثلاثاء شابا متهما بقتل 3 من عائلته وإصابة أمه بآلة حادة سطو. وأكد أهالي أن المتهم مهتز نفسيا. تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قوقاص بالحادث، وتم ضبط المتهم وفرض كردون أمني موقع الحادث لمتابعة الحالة الأمنية، وبتكليف مأمورية من وحدة البحث الجنائي لمركز أبو قوقاص. وبالانتقال وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام فايز عين ميم 35 عام بالدخول لمنزل عائلته بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبو قوقاص وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ساطور، وقتل كل من حبشي عين ميم 25 عام ابن عمه ومستورة خاواو 23 عام زوجة ابن عم المتهم، ونجوة ريه عين 18 عام ابنة بنت عمه، وتعدى على والدته ما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكل أنحاء الجسم. تم التحفظ على المتوفين 3 بمكان الحانس تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة، تمهيدا لنقلهم لمشرحة مستشفى أبو قوقاص العام، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة لتلقي العلاج. تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو في حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشارت بعض الجيران إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وتحرر محضر بالوقع وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف. لا حول الله يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن إليه وإن إليه راجعون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.